السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي عمر يتوقف الطول عند الفتيات أو البنات؟ بداية أعزائي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة والفيديو الجديد. قبل عدة أيام راسلتني فتاة من دولة مصر الحبيبة، تقول لي: عزيزي رجل العلم، في أي عمر يتوقف الطول عند الفتيات؟ فأجبتها وأردت أن أخصص هذه الحلقة لأجيب على جميع الفتيات الذين يتساءلن حول هذا الموضوع. بشكل عام تتوقف معظم الفتيات عن النمو من حيث الطول بعد 2 أو 3 سنوات من بدء الدورة الشهرية الأولى، ومعظم البنات يصلن إلى طولهم الثابت عند عمر 15 أو 16. فمثلا عندما بدأت الدورة الشهرية مثلا في السن 14، نقوم بإضافة 2 إلى 3 سنوات من هذا العمر، فبالتالي نرى بأن الطول يتوقف في سن 17. وبالتالي إلى اللقاء.